خلي واحدة ربع ممكن هي الأشياء ما بقى تشتهيها فجأة أنت؟ ويعني إذا مريض تعملنا فيها يشتهي ومحلاية وما مش هيك بنسوي لنا محلاية بس الفانيلا ريحتها بتشهي كل الأغراض اللي ماما بتحتاجها رح نلاقيهم برا الحليب بدك وحده صح؟ وحده ولا تنتين حليب؟ عنا لترين حليب والباك باودر والفانيلا والنسلة وكريمة الخفق ونشا والفانيلا والنسلة وكريمة الخفق ونشا طلعي هنا على جنب لأنه ماما رح تعمل آخر الليل مو هلا بس رح خلي لها كل شي جاهز هون وكمان تمام واحدة ولا وكمان تنتين واحدة هي كمان قشطة خلص ماما هيك انا طلعت لك الباكم باودر الفانيلا نشا حليب نسلة قشطة بوك كريمة الخفق السكر شو كان اسمها هاي هون كمان المسك دراس صار عنا جاهز خلي عمار يسوي لياها مشان هي بتيجي يعني فيكم تقولوا حبات بس هي لازم صار عنا جاهز خلي عمار يسوي لياها مشان هي بتيجي يعني فيكم تقولوا حبات بس هي لازم تكون مطحونة تمام خلص سوي لك اياها انا امي جاهز لك اياها هلا اطحن لك اياها تحلقها؟ اوكي شو مش رح اعمل انا؟ لا رح اطحنها كان عندي دقائق توم عرفتوا هي بتيجي كم دورة مع الدقائق ففيني اطحن بس ما عندي عندي امي التوم انا تبعت التوم هي بس الدقائق ما عندي ماشي ما عم تفتح هي لقمة جديدة كله تمام وكله
لكن ما كلهم جداد هيك بكفي كم شت ايدي هيك عادي راح احط هي طيبه يعني راح احط شايفين هدول هم هون هدول لازم يكونوا كثير مطحونين وراح اضيف او ما بدي سكر لا ما راح احط مع سكر هلا هيك بعملهم بهي الطريقة يعني هذا الحل الوحيد اللي بيساعدني اني اطحن اجيب الفنجان شوفوا كيف صار شايفين شايفين قديش ناعمين يعني كأنه صار عندنا سكر بس هو مو سكر مسك دراس نحن بنسميه خلصت بدي اروح اكمل فنجان النسكافيه تبعي طيب ما كملت طول فنجان النسكافيه خلصت بدي اروح اكمل فنجان النسكافيه تبعي طيب ما كملت طول فنجان النسكافيه المهم أمنت الله على المكونات